اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من ماده الرسم الفني للصف الثاني، شعبه الملابس الجاهزه. كنا اخذنا المره اللي فاتت موديل فستان طفله، وعملناه رسمناه بمقياس رسم 1:4 عشان نصغره، عشان ننفع ان احنا نعمله تعشيق على ورقه الكراسه بتاعتنا. وطبعا اهتمينا قوي قوي بان احنا نحسب كميه القماش في النهايه اللي احنا استخدمناها لتنفيذ الموديل ده. وطبعا كان الموديل بتاعنا في وسط ساقط بكشكشه في الجزء السفلي، وخدنا موديل مرد اللي هو نوع من انواع الفتحات اللي انا بستخدمها في تنفيذ الموديلات بتاعتي. النهارده هناخد موديل جديد. الموديل ده هيبقى مختلف شويه عن موديل المره اللي فاتت، وطبعا عايزين نتعلم فيه حاجه جديده، لان احنا المره اللي فاتت كان الفستان بتاعنا كان كات ما فيهوش كم، وفي نفس الوقت كمان دوران الرقبه الديكولتيه كان بدون اي كولة او اي حاجة. فاضطرينا، لو انتوا فاكرين كنا بنعمل ايه، كنا قلنا ان انا لازم انفذ انفورم على الموديل بتاعي عشان انضف بيه الحردات، وكنا اتفقنا ان الانفورم بيبقى عرض 3 سنتي لتنظيف حردة الرقبة وحردة الابط مادام مفيش عندي ولا كم ولا كولة. النهاردة بقى هنغير المنظومة دي وهننفذ كم وكولة في الموديل بتاع الفستان النهاردة. نشوف الموديل بتاع الفستان سوا مع بعض النهاردة شكله ايه. طبعا اهو عندي الموديل عبارة عن سفرة وفي كشكشة في الجزء السفلي وفي كم، والكم ده بكشكشة غزيرة من اعلى ومن اسفل، وفي اسورة صغيرة، وفي كمان كولا اهي متنفذة معايا لتنظيف الرقبة وعشان تديني كمان شكل جمالي. الكولا دي بنسميها كول بيبي لانها بتنفذ في ملابس الاطفال، او احيانا بتبقى في بعض البلوزات الحريمي بنفذها بصورة قليلة شوية. طيب احنا اتفقنا المرة اللي فاتت اتفاقية، اتفاقاتنا بتكتر بس لازم نتعود على الاتفاقيات دي، ان انا لما يجيلي اي موديل كنت بعمل ايه؟ في حد شاطر بيقول لي انا مركز معاكي. بنعمل ايه؟ كنت بقسم الموديل بتاعي نصين علشان اشوف هل انا هرسم امام كامل ولا بكتفي بنص امام بس اللي هو الباترون بتاعي اللي انا متعود عليه. طب نرسم الموديل سوا مع بعض في الورقة ونبدأ نقسم الموديل ونشوف هل نصفي الامام متماثلين ولا في اختلاف، هل انا احتاج ارسم امام كامل ولا لا. اهو الموديل نرسمه سوا. ادي الموديل بتاعي وفي سفره. على فكره السفره دي شايفين انا برسمها ازاي؟ بانحناء شويه. لا لا لا، ده في الموديل بتاعي كانت مرسومه بخط مستقيم. احنا الموديلات بتاعت السفره متنوعه ومتعدده وكتيره جدا جدا جدا، عشان كده انا لازم اخلي بالي من شكل السفره ايه. لو السفره فيها انحناء اخلي بالي الانحناء بادي من عند الابط ولا جاي من عند الكتف ولا جاي من نص الكتف ولا هو من انهي اتجاه بالظبط. ولو هي السفرة بتاعتي بخط مستقيم، هل الخط المستقيم ده عرضي ولا هو خط واخد شكل مثلث او شكل سبعة، لان السفرة طبعا بتختلف على حسب شكل التصميم اللي موجود عندي. ايه كمان في الموديل؟ قال لي كان في كم، والكم ده بكشكشة غزيرة شوية. كم قصير على فكرة، الكم قصير مش طويل، وفي كشكشة من اعلى ومن اسفل، يعني كشكشة غزيرة. وطبعا ما دام في كشكشة يبقى لازم انا اقفلها يا اما باستك في نهاية الكم او باسورة علشان تديني شكل جمالي. نكمل الموديل بتاعنا اهو شكله ايه. ادي الكم من الاتجاهين وفي كشكشه طبعا غزيره، وكان في الكولا البيبي، وفي من اسفل الكشكشه اللي اسفل السفره. ده بالنسبه لموديل الامام. ده بالنسبه لموديل الامام. طيب بالنسبه لموديل الخلف، لا ده هو رسم الخلف، هو ما فيهوش ايه في الخلف، ما فيش فيه مرد، لكن في سوس تركبها في الخلف. اهو شكل الموديل بتاعي بالنسبه للخلف اهو. هو رسمه وحدد في سفرة امام، في سفرة في الخلف برضو، بس عمل لي ايه؟ عمل لي خط في نص الخلف. الخط ده ليه؟ قال لي علشان انا بركب فيه سوستة، انا بركب فيه سوستة. وطبيعي ادي الكم بتاعي اهو بالاسورة والكولا موجودة عندي. طيب انا في الحالة دي اتفقنا على الاتفاقية بتاعتنا ان انا لما يجيلي الموديل لازم اعمل ايه؟ انصفه كده بالمسطرة.
طيب ليه بنصفه؟ عشان اعرف النص ده زي ده ولا في اختلاف. النصفين متماثلين، شكرا. الخلف نفس الكلام، النصفين متماثلين. يبقى انا لما هرسم الباترون بتاعي هرسم باترون اللي احنا متعودين عليه، اللي هو نصف امامي ونصف خلفي، مش بحتاج ارسم امام كامل. فاكرين الباترون؟ حفظتوه، اتمرنتوا عليه. انا قلت نرسم الباترون كل يوم، نرسم مرة علشان نحفظ الباترون بتاعنا وتقسيمته. ويا ريت لو نرسم الباترون كل مرة بمقياس رسم غير التاني. ليه؟ علشان اتعود على التقسيمة واحفظها، ولما يجيلي اي مقاسات في الامتحان اكون عارف ازاي بعملها وازاي بقسمها بدون ما اتلخبط فيها. نرسم بسرعة الموديل، انا مستعجلة النهاردة شوية. عارفين ليه؟ عشان عايزين ناخد باترون الكم ونعرفه كويس جدا، لان احنا ما خدناش لسه باترون الكم. فانا هرسم الموديل كباترون كورساج وباترون للفستان سريعا مع بعض، وانتوا هتقولولي، وانا سامعاكوا على فكرة، وانتوا هتقولولي ايه اللي انا هعمله خطوة خطوة. اهو هرسم اول حاجة، نرسم سوا مع بعض. برسم عرض الباترون، ها كان نص الباترون زائد 4، برافو. وبعدين باخد الطول الكلي للموديل بتاعي. اتفقنا القلم يكون ايه؟ يكون المبري ورفيع، وخطوطي تكون رفيعه. بحدد عرض رقبه الامام، سوري، بحدد حرده الرقبه الخلفيه، وبحدد العمق بتاعها، وبرسم دوران الرقبه بانحناء خفيف. برسم بعد كده، بحدد اهو خط عمق الابط، وبرسم خط افقي، وبحدد خط الوسط، وارسم خط افقي. وطبعا انا محدد الطول الكلي وقفلت الباترون بتاعي. وايه كمان؟ بحدد هنا عرض الخلف، اللي هو كان نص عرض الخلف زائد او نص عرض الظهر زائد نص سنتي، واطلع بيه عمود لاعلى. وايه كمان؟ كنت باخد هنا خمس حدة الابط، واحدد خط ميل الكتف، وبرسمه خط افقي بدون مقاس مش محدد. ليه؟ علشان ارتكز عليه وارسم خط ميل الكتف. وفاكرين خط ميل الكتف كنت بضيف له 3/4 سنتي او نص سنتي علشان اعمل التشريب بتاعي، وكنت بقف عند الرقبة وابدأ احرك مسطرتي تدريجي الى ان ترتكز على خط ميل الكتف. برافو، انا سامعة كل الناس الشاطرة اللي بتقول معايا انا برسم الباترون ازاي. انا كده لغاية دلوقتي كنت برسم في مين؟ في الخلف يا ولاد. وبعدين بكمل باترون الامام، كنت بنزل هنا نص سنتي، وطبعا الكلام ده مقاسات طبيعية انا بحولها على طول لمقياس الرسم علشان احدد خط ميل الكتف، وبرسم هنا حدة الرقبة الامامية وعمق حدة الرقبة الامامية، وارسم الدوران بتاعي. وبعدين بحدد هنا خط ميل الكتف، واتفقت ميل الكتف بالنسبه للامام ما فيهوش اي اضافات، نفس المقاس اللي في الايه اللي في الجدول او في التقسيمه اللي بتيجي في الامتحان او في الورقه بتاعتي. وبرسم خط كتف الامام. باجي بعد كده هنا بحدد عرض الامام اللي هو عباره عن المسافه بتاعت عرض الظهر زائد نص سنتي، وبطلع عمود صغير، وبناء عليه انا ببدا ارسم حردة الابط. بس كان في مشكلة بتقابلني، ان انا كده وصلت لغاية نص حردة الابط لكن ما كملتهاش. ما كملتهاش ليه؟ علشان لازم احدد الخط الفاصل اللي هنا اللي ما بين الامام وما بين الخلف. كنت بقيس المسافة ما بين الاتنين، ما بين النقطتين، وبحط نقطة وبتحرك ناحية الخلف نص سنتي، وبرسم الخط الفاصل. الكلام ده كله باترون اساسي اللي احنا حفظناه. دلوقتي برسم حردة الابط الخلفية وحردة الابط الامامية. ده كان باترون الايه؟ الكورساج او الباترون الاساسي اللي انا هنفذ عليه الموديل. نخبي نص الموديل اللي احنا مش عايزينه اهو بالنسبة للامام. هبص كده في ايه؟ قال لي ده في رقبة، والرقبة فيها كولا، يبقى انا مش هغير في اي معالم بالنسبة للباترون بتاع الرقبة، هسيبها زي ما هي لان فيها كولا. وبعدين حدة الابط فيها كم، يبقى انا كمان مش هعمل تعديل في حدة الابط لان فيها كم، فانا ايه هسيبها زي ما هي. طب في ايه تاني بيقابلني؟ لا لا لا، ده في خط صفرة، وكنا رسمينه بخط مستقيم تقريبا في نص دوران الابط، ممكن يبقى في نصه، ممكن يبقى في تلته الاخير، مفيش مشكلة يا ولاد. انا رسمته علوي، رسمته سفلي شوية، ما تفرقش كتير، المهم ما يكونش الصفرة جاية من أسفل الدوران وأنا أرسمها في خط ضغط.
دوران القبط، باجي هنا كده بنفذ القصه بتاعتي بالنظر، ممكن في نص الايه الحرده او في تلتين الحرده، وارسم خط مستقيم. انا كده عملت ايه؟ يا دوب اول جزئيه هي السفره، سفره الامام. وما دام رسمت السفره لازم اعمل راكورات اللي هي بنسميها علامات التقابل. وعلامات التقابل دي يا حبايبي علشان لما اجي انفذ الكشكشه واركب وانفذ الجزء العلوي مع الجزء السفلي لازم يبقى ايه العلامات التقابل تبقى مع بعض علشان اوزع الكشكشه بصوره منتظمه. طيب وايه كمان؟ اكتب ايه؟ اكتب بياناتي على الجزء اللي انا بنفذه على طول علشان لما اجي اقص بعد كده واشف ما بصش الاقي الاجزاء تاهت مني، هو ده ايه وده مين؟ ده امام ولا ده خلف؟ دي سفره ولا ده جزء سفلي؟ لاني احيانا لما بشفها الاجزاء كلها بتختلط عليا، فانا لازم احدد خط نصف الامام فين وخط نصف السفره واحدد الامام من الخلف. بكتب هنا كده اهو ان الجزء ده هو نصف سفره الامام. وبكتب هنا ان ده الامام. طيب بعد كده قال لي هو رسم كمان في الخلف سفرة عند نفس نقطة الالتقاء يا ولاد، او عند نفس نقطة بداية السفرة في الامام انا بعمل سفرة الخلف عند نفس النقطة علشان يبقوا متقابلين مع بعض مع حردة الابط، وبنفس الخط بتاعي وبرسم مين؟ برسم سفرة الخلف وانفذ وارسم علامات التقابل واكتب على دي ان دي سفرة الخلف، واكتب هنا ان ده نصف السفرة، خط نصف السفرة، وكتبت هنا ان ده خط نصف سفرة الامام. طيب ايه تاني؟ في ايه كمان؟ اهو بصي في الموديل في كشكشة وفي كشكشة في الجزء السفلي اسفل السفرة. هنفذ الكشكشة ازاي؟ واحدة بتقولي المرة اللي فاتت في القصة بتاعة الموديل الفستان المرة اللي فاتت كان ايه عندي؟ كان صحيح هو كان وسط ساقط بس كان في كشكشة، نفذت الكشكشة ازاي؟ اخدت المقاس بتاعي وقسمته على 2 على 3 حسب الرغبة وحسب ايه؟ حسب القصة وحسب مقدار الكشكشة اللي انا عايزه. فانا هاجي هنا فعلا وهقسم الجزء بتاع خط السفرة على 2 كفاية علشان ما اقصش في الباترون بتاعي كتير والاجزاء معايا تكتر واتوه نفسي. فانا باجي هنا كده واروح قايس خط السفرة ده اهو اشوفه قد ايه، والمقاس انا هقسمه على 3، فانا هاجي اهو قسمته على 3 وبرسم خطوط رأسية. الخطوط دي موازية لخط نصف ايه؟ لخط نصف الامام. الخطوط دي انا هشق عليها اهو، هعمل هنا علامة مقص. على فكرة ده سين بيني وبينكم محدش بيعمله، اللي هو ايه علامات المقص دي عشان افتكر منساش. بيبقى ده هنا امام 1 وده امام 2 وده امام 3. الخطوط دي انا بكتب عليها ايه؟ بكتب على الخط ده يا اولاد انه بيشق على هذا الخط لاضافة الكشكشة. انا بشق هنا لغاية فوق لغاية خط السفرة على الخطين بتوعي دول علشان اضيف مقدار الكشكشة اللي انا عايزه عشان اوسع واعمل كشكشة حلوة في الفستان بتاعي. زي ما انا عملت في الامام هعمل في الخلف بالظبط بالظبط. هقيس برضو خط السفرة وهقسمه على 3 وهرسم الخطوط الأفقية اللي هي موازية لخط نصف الخلف، وبرسم الخط بتاعي اهو اللي ايه اللي بناء عليه انا هشق وهضيف مقدار الكشكشة، وبرسم علامة المقص عشان منساش، واسمي ده خلف 1 وده خلف 2 وده خلف 3. وبرضو اكتب البيانات بتاعتي ان بيشق على هذا الخط لاضافة مقدار الكشكشة. طيب انا كده هنا في حاجة مهمة، الامام انا صحيح رسمت الخط ده انا اللي رسمه، لكن الموديل الاصلي في خطوط هنا في خياطة مفيش، يبقى الخط ده ماله؟ ده خط متني، لما اجي اوزعه على القماش لازم يكون القماش بتاعي متني، يبقى انا لازم اكتب هنا ان ده خط ها نصف. سامع ابني بيقول لي بيمليني خط نصف الامام نسيج طولي ماله متني، يعني لما اجي اعشق لازم احطه على خط متني. الناحيه التانية في الخلف لا، ده هو عامل لي سوسته والسوسته دي قماش مفتوح وهضيف لها مقدار 2 سنتي
للقياطة، يبقى أنا لازم أكتب هنا إن ده خط نصف الخلف نسيج طولي برضو. يعني إيه طولي؟ قلت يعني موازي لخط البرسل، يعني موازي لاتجاه النسيج الطولي، بس ماله؟ هيكون مفتوح. مفتوح ليه؟ علشان فيه سوسته. حد سمع حد بيقول لي المره اللي فاتت كان الامام مفتوح، ليه الامام المره فاتت كان مفتوح؟ عشان كان فيه مرد بزراير. يبقى انا لو عندي فتحات زي سوسته بيبقى دايما الجزء بتاعي بيتوزع على ايه؟ على نسيج مفتوح. لو في مرد بزراير برضه بحطه على نسيج مفتوح. طيب الون بطروني، الون الباترون بتاعي، بلون ايه؟ ها برافو، سمع حد بيقول الامام احمر والخلف ازرق، خشب، قلم خشب مش فلوماستر. انا هنا بلون فلوماستر عشان بس ايه يبان معانا في التصوير. طيب هاجي هلون، ماسك المسطره هعمل كل الخطوط الايه المرسومه عندي، وليكن ادي خط النص الامام اهو، خط القصه اللي هي الخطوط اللي انا هشق عليها اهو، خط الفاصل يا ولاد جزء احمر وجزء ايه ازرق، وايه كمان؟ ادي اهو خط الديل، خط السفرة، خط الكتف، كل الخطوط دي بالمسطرة، ماسك المسطرة اشتغل الخطوط بتاعتي بالمسطرة، الجزء بتاع حدة الإبط اللي هنا، واكمل الباقي بدوران وارسم دوران الرقبة، وانفذ طبعا اعمل الراكورات في الاجزاء اللي انا ايه اللي انا هشق عليها. انا كده رسمت لونت بطرون الامام، الون بطرون الخلف باللون الازرق، باللون الازرق. هاجي هنا كده نفس الخطوط بتاعتي اهي، خط نصف الخلف، خط اللي هشق عليه لاضافه الكشكشه، والخط التاني اللي هشق عليه لاضافه الكشكشه، الخط الفاصل بكمل الخطوط اللي انا ما كملتهاش، وكمان خط الكتف وخط السفرة والجزء العلوي من حردة الإبط، وبعد كده بكمل دوران الإبط ودوران الرقبة، وفي سوري اهو الخط الديل ما لونهوش. انا كده عملت ايه؟ لونت بطروني، والمفروض ان انا بمسك الشفاف واشف البطرون ده اجهزه لعمليه التعشيق. بعد كده في عندي ايه؟ كم محدش خد الكم لسه، وفي ايه كمان؟ وفي كولا. عشان ارسم الكم والكولا انا محتاجه تركزوا معايا كويس جدا. هرسم الكولا لانها سريعه الاول، وبعدين ناخد الكم بالراحه حته حته علشان الكم فيه تفاصيل شويه كتيره. طيب بالنسبه للكولا، الكولا متركبه فين؟ في دوران الرقبه. طب انا هحتاج ايه بالنسبه للكولا؟ قال لي هحتاج ان انا اخد دوران الرقبه الاماميه واشف الجزء العلوي من الامام، ودوران الرقبه الخلفيه واشف الجزء العلوي من الخلف. ليه؟ علشان لما اجي ارسم الكولا هرسمها عليهم. طيب تعالوا نرسم سوا اهو، انا هعتبر نفسي ان انا شفيت. تعالوا كده مع بعض ناخد اجزاء الامام والخلف. طبعا ادي اهو خط النصف للامام، وادي دوران الرقبه، وده خط الكتف، وطبعا هنا خط بداية الحردة بتاعت الأمام. ده مين ده؟ ده جزء الأمام. هشفت جزء الخلف وهبدأ أثبته يا ولاد. جزء الخلف خلي بالك هنا ده رقبة الأمام، هحط امتداد ليها رقبة الخلف، وآدي خط نصف الخلف، وطبيعي هنا بيبقى معايا الكتف. لما اجي اثبت الكتفين مع بعض بالنسبه للامام والخلف هحاول ان انا اعمل نوع من الزحزحه، يعني هخليهم يبقوا متداخلين مع بعض في مسافه 1 سنتي، يعني الكتفين مع بعض داخلين على بعض في مسافه سنتي متلامسين. طيب ده هنا الخلف. الكوله هي كول بيبي، طبعا مقاس كول البيبي ما لا يتعدى 6 سنتي، ممكن اعملها 5 ستة، ممكن اعملها اربعة لو هي صغنطوطة قوي نونو لسه صغير شوية فاعمله الكولا مقاسها مش كبير، لكن ما تزيدش عن مقاس 6 سنتي. ده عرض الكولا، عرض الكولا اللي هو بيبقى عبارة عن من الرقبة الى اسفل. وطبعا انا شايفاها هنا مالها، فيها دورانات، لما اجي ارسمها قال لي لازم احدد عرض الكولا على خط الكتف وعلى خط النص الامامي وعلى خط نصف الخلف.
تعالوا نحدد مع بعض الستة سنتي اللي هم بالمقاس الطبيعي، لكن انا بشتغل بمقياس رسم. تعالوا نحددها سوا مع بعض اهو. هاجي عند خط نصف الامام وهنزل مقدار الستة سنتي وبحط نقطة، وباجي هنا عند نصف الخلف وبحدد الكولة مقاسها ستة سنتي. طب وبعدين على خط الكتف برضو بحدد الستة سنتي. لما اجي ارسم الدوران ممكن ما يجيش معايا مظبوط. ليه؟ لان ايدي لسه انا صغير ولسه ايدي مش متعوده ارسم دورانات بسرعه. فبعمل ايه؟ باجي عند خط الدوران بتاع الرقبه وعلى مسافات قريبه شويه ابدا اخد الستة سنتي. وبعدين في الحاله دي لما اجي اوصل الدوران يطلع الدوران بتاعي حلو ومظبوط. ولو سمحتوا مش بضغط بالقلم علشان لما احب اعدل اقدر امسح واعمل ايه وارسم من جديد. فالقلم ايدي تبقى خفيفه شويه، نتمرن على ان انا ما اضغطش على القلم علشان يبقى سهل في ايه في المسح بتاعي، وفي الحاله دي يبقى الباترون بتاعي نضيف وجميل. نبدا نرسم الخطوط بتاعتنا اللي هي ايه على بعد 6 سنتي اهو. بحط ال 6 سنتي وبحط ال 6 سنتي ونفس الكلام هنا اهو، وابدا اوصل. طيب انا وصلت كده اهو الكولا، بس الكولا مش خط مستقيم، الكولا اهي فيها دوران. فانا باجي ادخل من هنا كده مسافه 1 سنتي واروح راسم خط جديد. طب برضو الكولا مش واخده خط زاويه، دي واخده دوران. فانا اجي هنا ادخل لجوه نص سنتي واروح راسم دوران جديد للكولا. نفس الكلام اللي عملته في الامام هعمله في الخلف. بدخل هنا مقدار 1 سنتي وبرسم خط جديد، وبعدين بدخل النص سنتي وارسم الدوران. طيب ده ايه ده؟ ده الجزء الامامي للكولا وده الجزء الخلفي، هلونهم علشان يبانوا معايا اهو. ده هنا دوران الرقبه الامامي، وادي الكولا بتاعتي، وطبعا الجزء ده فاصل. وبعدين بلون الجزء الخلفي للكولا اهو، دوران الرقبه وادي الكولا بتاعتي. هنا ده بيبقى خلف وده بيبقى امام. دي الكول بيبي اللي انا عايزها في الموديل. نصحصح بقى ونجيب ورقه وقلم معايا علشان ايه؟ هنرسم الكم. الكم لما باجي ارسمه انا برسمه، ممكن ارسمه على نفس الباترون بتاعي، ممكن ارسمه على نفس الباترون. يعني ايه؟ اصل انا هحتاج ايه في الكم؟ هحتاج حردة الابط الاماميه وحردة الابط الخلفيه. ليه؟ لان الكم هيتركب فيهم، فانا عشان ارسمهم لازم اخد الدورانات دي يا اما اشفها خارجيا او ان انا على نفس الباترون ارسمها، فيبقى الكم بتاعي يطلع مقاسه ودورانه مظبوط ومطابق للمقاس اللي انا هركب فيه. طيب لما باجي اقيس الدوران بعمل ايه؟ تعالوا سوا مع بعض نقيس حردة الابط الامامية والخلفية واجمعهم سوا مع بعض. ايه ده؟ هقيسهم ازاي؟ بالمسطرة. هقيس الدورانات، هقول لك هقيس الدورانات، تعالوا نشوف هنقيسها ازاي. حتى لو المسطرة بتاعتي مش طرية ومش بتتني، انا هاخد جزء جزء وهقيس الحردة. تعالوا مع بعض كده اهو. انا هاجي هنا، لو انا باخد بالمسطرة بقيس اهو لغاية هنا كده، ده جزء مستقيم اخدت المقاس بتاعه، وليكن انا عندي هنا 2 سنتي عشان ده ربع مقاس صغير. وبعدين هحط نقطة وابدا احرك المسطره بتاعتي واخد الجزء اللي بعده، وليكن ادي سنتي اهو سنتي. وبعدين فاضل جزء اخير اهو مقاسه مثلا سنتي تاني، يبقى انا كده عندي دوران الرقبه سوري دوران الابط الامامي وليكن 4 سنتي. ده الكلام ده بالمسطره بيني ما بينكم، لكن بالمقاسات الطبيعيه بيكون ارقام مختلفه. طيب الخلف نفس الكلام، هبدا اقيس الجزء المستقيم عندي اهو طالع عندي 2.5 لغايه خط السفره 2.5، وبعدين هحرك المسطره من عند النقطه دي واخدت اهو جزء كام، ده سنتي اهو، خدت السنتي. وبعدين فاضل جزء صغير اهو نص سنتي، طلع قد ايه التوتال؟ طالع هنا عندي برضو كام، 2 3 4 سنتي، يبقى مجموع الحدتين مع بعض 4 سنتي. ده مقاس هنا بربع مقاس مش مقاس حقيقي. طيب وبعدين انا المفروض ان انا هشف دوران الابط الامامي والخلفي علشان ارسم عليه الكم. تعالوا هناخدهم مع بعض كده في ورقه مستقله نرسم فيها الباترون بتاعنا. تعالوا مع بعض، انا هعتبر نفسي ان انا شفيت خلاص
الحردات، الإبط الأمامية والخلفية أهو من هنا، وطبعا ده الخط الفاصل، وده كان خط عمق الإبط، وآدي حردة الإبط الأمامية وحردة الإبط الخلفية، وهنا كان خط الكتف، وآدي خط الكتف. الجزء ده كان المفروض أمام والجزء ده كان خلف. وفي عندي هنا الخط القائم اللي أنا بناء عليه كنت برسم الحردة الإيه؟ الإبط. طيب هعمل إيه؟ أخدت مجموع الحردتين، قست الحردتين وجمعتهم، وهبدأ أعمل إيه؟ هطلع بعمود، العمود اللي عندي ده الأصلي هطلع بيه لأعلى بتلت الحردة أهو، مقاس تلت الحردة، وهرسم خط أفقي. يبقى أنا باخد تلت الحردة وارسم خط أفقي بدون مقاس، وبعدين هنصف الخط التلت وارسم. يبقى أنا هنا كده بعد ما أخدت تلت مجموع الحردتين ورسمت خط أفقي بنصف المسافة أهو، وهرسم خط أفقي برضو بدون مقاس، والمسافة هنا دي أنا بنصفها هي كمان بنقطة صغيرة. طيب لما أجي أرسم، بص النقطة دي هيها ثابتة، يعني إيه؟ سواء في الحردة أو في الخط القائم، النقطة دي أنا من عندها هبدأ أقيس طول الحردة بتاعتي، جزء من الحردة أهو لغاية هنا أنا قستها، مقاسها أهو عندي، وليكن المقاس ده هضيف له مقدار سنتي يا أولاد، هضيف له سنتي. الناتج أنا هبدأ أثبت المسطرة بتاعتي عند النقطة اللي أنا قست منها، وهبدأ أتحرك بالمسطرة لغاية ما ألاقي المسطرة بتاعتي جت فين؟ اتقابل المقاس عند الخط الرأسي، الخط الأفقي الأول، واروح راسم الخط ده. ايه اللي عملته؟ ايه اللي عملته يا حبايبي؟ اخدت من بدايه حاده الابط هنا، من البدايه دي لفوق لغايه نقطه الالتقاء، قست المسافه دي وضفت لها سنتي، وعملت لها عمليه تعويض، يعني بدل ما الخط راسي واقف كده انا عملت له ايه؟ عوضت عنه واخدته بخط مايل. طيب ده اول جزء، شكرا يا عم خدنا المسافة دي. طب وبعدين في عندي الجزء السفلي، هبدأ أقيس الجزء السفلي ده وهعمل له عملية تعويض هنا للخارج، برضو هقيسه، بس المرة دي لما هقيسه مش هاخد ليه أي إضافات، وهبدأ من عند نفس النقطة اللي أنا قست منها أعمل عملية تعويض وأكرر المقاس بتاعي أهو، كررت المقاس. يبقى أنا الجزء المرحلة الأولى دي عملت ايه؟ اخدت من على الرسم هنا من بداية نقطة الالتقاء على خط النص ده، من بداية الحردة لغاية النقطة دي، قست المقاس المسافة وضفت لها 1 سنتي، وعملت لها نوع من التعويض من نفس النقطة بس بخط مايل اهو، ورحت ايه؟ ثبتت مسطرتي وعملت عملية تعويض. الجزء السفلي من الحردة من نفس النقطة انا قسته، يبقى هكرره الناحية التانية. هنتفق اتفاقية يا ولاد ان النقطة دي، شايفين انا بكورها اهي، هي نفس النقطة دي، هي نفس النقطة دي، ايوة، ما انا لما هقفل خط الكتفين مع بعض بيدي نقطة نهاية ايه؟ الكتف. ونفس الكلام لو الكم، ان النقطة دي هتبقى هي دي بداية الكم، هي قمة الكم، فانا هقيس بقى المرة دي ايه؟ هقيس من بداية الكتف هنا نقطة التقاء الكتفين لغاية الخط الافقي التاني، هقيس المسافة دي اهي، سوري، هقيس المسافة من هنا من بداية نقطة الالتقاء لغاية الخط التاني، هشوف دي مقاسها قد ايه، وهضيف لها برضو سنتي. ايه ده؟ الجزء العلوي من الكم من الحردة انا بضيف له سنتي في الجزء العلوي هنا وهنا. طيب ضفت السنتي، لما اجي اعوض، سمع حد بيقول لي من قمة الكم، برافو عليك، برافو برافو، ابني شاطر واخد باله، انا هبدأ من نقطة الايه؟ قمة الكم، هبدأ اعوض عن المقاس بتاع طول الحردة اهو، اهو بعوض عنه، جه وليكن لغاية هنا، ادي اهو اخدت المقاس،
يبقى انا عملت عملية تعويض عن الجزء الاول من هنا بعد ما ضفت سنتش، والجزء السفلي عوضت عنه هنا. بالنسبة للدوران الخلف خدت الجزء العلوي وعوضت عنه، وبعدين هاخد الجزء السفلي وهعوض عنه. طبعا بطول الخط الافقي ده شوية عشان اعمل ايه، عملية التعويض. بقيس الجزء الفاضل من حردة الابط وابدأ اثبت مسطرتي واتحرك اتحرك. ها، مين واخد باله معايا في الحركة؟ بنتحرك لغاية ما المقاس يجي معايا على الخط الافقي. يبقى انا عملت عملية تعويض لحردة الابط الايه الموجودة عندي. طب وبعد كده هبدأ ان انا احدد طول الكم. طول الكم انا هنا الكم في الموديل بتاع الفستان كم قصير، هحدد طول الكم وليكن اهو 20 سنتي، وبرسم خط نص الكم، وبمد خط افقي علشان انزل عليه بالخطين القائمين العمودين اللي من الجناب عشان احدد طول الكم. اهو كده يبقى انا عملت ايه، رسمت كم الامام وكم الخلف. طب هنا هو الكم شكله كده، ايه ده، دي خطوط مسطره. اقول لك لا 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 لا، هعمل لها دورانات. الكم بيتركب في الحرده بدوران، الدورانات هتتعمل ازاي، هنفذها ازاي؟ هاجي هنا في نص المسافه دي هنزل للداخل لجوه 3/4 سنتي واحط نقطه، وباجي هنا بالنسبه للجزء العلوي ده هقسمه على الثلاثه بالنظر كده اهو، حطيت نقط. باجي هنا عند الجزء العلوي ده وهطلع لبره مقدار 1.5 سم، وبالنسبه للجزء الخلفي في نص المسافه هطلع لبره برضو 1.5 سم، والجزء السفلي هنزل للداخل 3/4 سنتي، وهبدا اوصل الدورانات بانحناء جميل ودورانات خفيفه. الجزء اللي هنا ده دوران خفيف اهو، والجزء العلوي همشي بالمسطره بالايه بايدي كده بخط شبه مستقيم، وبعدين ابدا اطلع تدريجي لغايه السنتي ايه، 1.5 سم. على فكره حاجه مهمه، واخدين بالكم انا هنا بعمل ايه بايدي؟ بعمل خط مستقيم. اوعوا حد يعملها زي القلب، لا 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 ما تنفعش كده، الكم هيبقى لما اجي انفذه مش هيبقى مظبوط، ولا شكل ولا تنفيذ ولا قماش. لازم يبقى قمة الكم واخده خط مستقيم يمشي معايا الكم بخط ايه، بخط مستقيم من اعلى اهو. وهاجي هنا هكمل دوران الكم، الجزء العلوي والجزء السفلي بدخل للداخل وبوصله كده. انا رسمت الكم نص كم قصير. طيب الكم ده لازم الونه، ليه الونه؟ عشان اعرف الجزء الامامي من الجزء الخلفي، واتفقت الناحيه الاماميه بتبقى حمراء احمر والناحيه الخلفيه بتبقى ايه بالازرق. الموديل في الفستان بتاعنا النهارده كان فيه ايه يا اولاد؟ كان فيه كشكشه غزيره من اعلى ومن اسفل. الكم اللي انا نفذته ده كم مظبوط ما فيهوش اي كشكشه، لكن هو مرتاح اثناء اللبس. طب انا هعمل كم بكشكشه ازاي؟ اتفقنا قبل كده ان انا لما احب اعمل اي كشكشه لازم اقسم البطرون بتاعي واضيف مقدار للكشكشه. الكلام ده بعمله فين؟ على الورق، واخد المقاسات الجديده وهي دي اللي انا ايه هحطها واوزعها على القماش بتاعي. نقسم الكم بعد ما الون الكم علشان اضيف مقدار الكشكشه. هنلون الناحيه الاماميه بالاحمر والناحيه الخلفيه بالازرق اهو. الامام ناحية النص الامامي، وبلون الدوران بتاع الكم، وطبعا الخط الفاصل انا مش بستخدمه لكن لازم احدده، وبعد كده بلون الناحية الخلفية. المفروض الكم اعمل له ايه يا اولاد؟ اعمل له تكسيم لو انا مش هعمل له كشكشه، لو انا مش هنفذ فيه كشكشه بنفذ فيه تكسيم. التكسيم ده بيبقى منين؟ اه من هنا، لو الكم نص بدون اسوره انا باخد هنا مقدار كشكشه، عشان كده انا ايه مش هلونه ولا حاجه، ده انا بوريك كشكل بس اهو. بعمل خط هنا
لو انا بعمل كم بكشكشه بنفس كم بكشكشه، ونفس الكلام بالنسبه للخلف، بكون داخل هنا وليكن 2 سنتي وهنا 2 سنتي وبرسم خط للتقسيم. ده في حاله ايه؟ تنفيذ كم بدون اسوره وبدون كشكشه. لا، انا الكم واسع وفي كشكشه وفي اسوره، ده انا كمان هوسعه اكتر من كده. فبعمل ايه؟ ببدا ان انا اقسم الكم بتاعي علشان اضيف مقدار الكشكشه. هقسمه يكفي على نصين او على ثلاثه عشان الاجزاء بتاعتي ما تكترش قوي. انا هاجي هنا هقسمه على نصين كفايه، وليكن على الخط نصف الكم انا اهو، هضيف ايه؟ كشكشه هنا، وهنصف الجزء ده وهنصف الجزء ده. واتفقنا قبل كده ان انا بعمل ايه؟ علامات المقص علشان اضيف مقدار الكشكشه، وبلون الخط ده واكتب عليه انه بيشق على هذا الخط لاضافه الكشكشه، وهنا نفس الكلام بيشق على هذا الخط لاضافه مقدار الكشكشه، وكمان بالنسبه للجزء الامامي بقول بيشق لإضافة مقدار الكشكشة. هسمي دي أمام واحد ودي أمام اتنين، هنا خلف واحد وهنا خلف اتنين. بقى ده الكم اللي أنا محتاجه في الموديل بتاعي. أنا كده رسمت الباترون الأساسي للفستان، نفذت الموديل القصة اللي هي عبارة عن سفرة ومقدار كشكشة، رسمت الكولا ورسمت الكم. في ايه تاني لسه؟ في اسوره. احنا فعلا الموديل في الكم في مقدار اسوره. الاسوره يا ولاد بتبقى عباره عن محيط الدراع او دوران الذراع في حاله الكم القصير، لكن لو الكم طويل، الكم طويل باخد دوران الرزغ او محيط الرزغ اللي هو بيبقى في نهايه الايد او نهايه الذراع قبل الكف على طول، ده بيبقى اسمه دوران الرزغ. باخد دوران الرزغ ده وببدا ارسم بيه الاسوره. الاسوره تبقى عبارة عن جزء مستطيل، هنرسم الجزء المستطيل سوا مع بعض اهو. وليكن بيبقى الاسورة عرضها مثلا 4 سنتي، وباخد طولها بيساوي طول اللي هو بيساوي سوري مش طول بيساوي دوران الذراع، وبتبقى عبارة عن جزء مستطيل عرضه 4 سنتي، وبنفذ الاسورة بالطريقة دي. دي مين دي؟ دي الاسورة. هي الاسوره تبقى طبقه قماش واحده؟ لا 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 لا، ده بيبقى لازم ليها بطانه عشان تبقى فيها نوع من التقويه لما انفذها في الكم، وايه بتبقى شكلها مناسب. ده كمان ممكن انفذها من جوه اثبت فيها ماده اللي هي بنسميها الفازلين كنوع من التقويه، قماش داخلي يعمل لها نوع من التقويه عشان يبقى شكلها ايه؟ حلو في الفستان بتاعي او في اي موديل انا بنفذه. طيب الاسوره دي لازم انفذ الايه؟ الاسوره البطانه بتاعتها. البطانه بتبقى بنفس المقاسات بس باجي الونها كمان بالنص الاحمر والنص الازرق. الاسوره اهي بكملها عشان انفذ البطانه. يبقى انا كده دي اسوره ودي ايه؟ بطانه. لما اجي الون الاسوره بيبقى طبيعي النص ده احمر اللي هو ناحيه اليمين، وبلونها بالمنظر ده. الخطوط دي اللي انا ايه؟ بتني عليها وبكوي عليها وبخيط عليها. والناحية التانية بتبقى عبارة عن الجزء الخلفي. بلون بطروني. انا كده الاجزاء بتاعتي كلها بقت ايه؟ جاهزة. ده خلف وده هنا امام. طيب هعمل ايه دلوقتي؟ سمع حد بيقول لي خلاص انا دلوقتي هشف الباترون بتاعي كله، هشف الامام واشف الخلف واشف الكم واشف الكولا والاسورة وابدا ارسم القماش. القماش ايه ده؟ قماشي قد ايه؟ قال لي ده القماش بتاعي عرضه 120 سنتي. قماش عرضه 120 سنتي. التعشيق بايه؟ قال لي بالطريقه الفرديه. بالطريقه الفرديه يعني ايه؟ فاكره حد؟ ايوه برافو برافو، سامع حد بيقول لي قماش متني. هي دي العلامه المميزه. برافو عليكم. لازم نفرق ما بين التعشيق بالطريقه الفرديه يعني قماش متني، وبطريقه المصنع او التعشيق بطريقه الجمله او بالطريقه الجماعيه.
تعشيق بطريقة المصنع وبالجملة جماعية، القماش بيبقى مفرود وبوزع بطروني أجزاء كاملة، الأمام أكرره مرتين، الخلف أكرره مرتين، أوزع كمين، أوزع إسورتين، الكولة أحط كولتين، أجزائي كلها أحطها مرتين مرتين مرتين، لأن القماش ماله طبقة واحدة. لكن في حالة التعشيق بالطريقة الفردية أنا بنفذ قماش متني نصين. تعالوا نشوف القماش اللي أنا هنفذه اللي عرضه كام؟ عرضه 120 سنتي، وأنا بعد ما شفيت الأجزاء بتاعتي أهو شفينا الأجزاء، الباترون بتاعنا أهو يا ولاد شفيناه، أمام خلف بالخطوط اللي أنا هشق عليها، والسفرة، وأدي الكم بتاعي أهو، والإسورة، والكولا. طبعا الأجزاء بتاعتنا إيه؟ كلها. هبدأ أشق الأجزاء بتاعتي، هقسمها طبعا بفصل، ويا ريت زي ما اتفقنا المرة اللي فاتت إن أنا ممكن لما أقص الباترون بتاعي نقص جزء جزء. ليه؟ علشان ما نتلخبطش بين الأجزاء، والجزء اللي نوزعه نحطه على جنب علشان خاطر أوزع الجزء التاني والأجزاء ما تتداخلش مع بعض. القماش اتفقنا القماش ماله؟ ها أهو القماش عرضه 120 سنتي، قال لي القماش عرض 120 سنتي، والتعشيق ماله؟ قال لي بالطريقة الفردية. بالطريقة الفردية يبقى القماش هيبقى مقاسه كام؟ هيبقى القماش على طول عرضه 60 سنتي، ده مقاس طبيعي. 60 سنتي ده مقاس طبيعي، لأن القماش هيبقى متن. طيب انا شغال بمقياس رسم 1:4، هقسم دي على الاربعة بس في سري او في ايه، في الالة الحاسبة، يبقى انا هرسم قماش عرضه كام؟ 15 سنتي. هاجي هنا هرسم القماش عرضه 15 سنتي اهو، وبنزل بطول الباترون بدون مقاس، برسم مستطيل مظبوط بدون خطوط مايله، واتفقنا قبل كده ان احنا بنعمل ايه، لازم اكتب هنا ان ده 60 سنتي، لازم اكتب ليه؟ عشان اقول له ده انا هنا ده قماش متني، ومن هنا قماش ماله مفتوح، او اقول له ان ده قماش اتجاه البرسل، يا اما يا اما اقول ان هنا القماش بتاعي مفتوح برسل، ومن هنا بيكون القماش بتاعي متني. طيب لما هاجي اوزع قلت انا عندي الامام ماله؟ ده الامام كان اتجاه النسيج، انا كاتب عليه اتجاه نسيج متني، يبقى انا لما هبدا اقصه اهو هقص الباترون، دي السفرة، وهقص الجزء السفلي اللي قلت هشق عليه علشان اضيف مقدار الكشكشة، وهقسم الاجزاء بتاعتي. طيب لما اجي اوزع الباترون خط النسيج المتني يا ولاد بحطه بخط وبوزعه مظبوط على الخط بالظبط، وابدأ اخد مسافاتي كأني بطبع الباترون بتاعي اهو، باخد نقط كده اهي، النقط دي انا هوصلها ببعض او باخدها اهو بنفذها على الباترون اهو كده. سوري انا عملت ايه؟ طبعت باترون الجزء الامامي اللي هي سفرة الامام، كنا متفقين ان احنا بناخد مسافات خياطة كام؟ 1 سنتي. برافو عليكم، باخد مسافات خياطة 1 سنتي حول جميع الاتجاهات ما عدا برافو 2 سنتي للثنايات. انا عندي في تانية هنا، لا لا دي سفرة، يبقى انا باخد لها ايه؟ مسافة 1 سنتي من جميع الاتجاهات اهو، السنتي بتاعي من جميع الاتجاهات. انا كده وزعت الامام على نسيج متن، ده متني يا خبر ابيض، ده مش المتن. طب انا اعمل ايه؟ عملت غلط. ايه ده؟ عملت غلط ولا حاجه، ما تتخضوش عادي،
انا لسه البطرون في ايدي. ليه؟ قال لي كل اللي هعمله ان انا هاجي هنا. الكلام ده حصل معاك في امتحان بعد ما وزعت الجزئية لسه هتمسح؟ لا لا لا، الاسهل ان انت تعمل ايه؟ تمسح الكلمة دي. انا عملت الكلام ده قصده علشان نعرف ازاي بعالج الامور اثناء الامتحان. امسح الجزئية، الكلمة دي كلمة مفيش عندي منها مشكلة، امسحها ولا كأنها موجودة اهو، واكتب عليها ان دي ايه؟ متني. ونفس الكلام الجزء الثاني، اجي هنا واروح ماسح واكتب هنا ايه؟ برسل. وهعمل فيكوا زي ما عملت المرة اللي فاتت، ووزع بسرعة الاجزاء للناحية للجزء الامامي، وانتوا هتكملوا الجزء الخلفي. هوزع البطرون بتاعي بالطريقة دي اهو. لما اجي اوزع الاجزاء دي يا اولاد لازم اخلي بالي من حاجة مهمة، ان انا ارسم خط من اسفل البطرون علشان لما اجي اوزع الاجزاء، الاجزاء بتاعتي كلها تقف عند خط واحد، مش جزء فوق وجزء تحت، عشان دي حتة قطعة قماشة واحدة. وباخد المسافات وبسيب الكشكشة هنا، بتبقى مسافات الكشكشة. طبعا انا هنا اهو، معلش، الجزء اهو، وهنا مقدار التانية بتاعت الديل 2 سنتي. بسرعة نعمل ايه؟ ناخد المسافات بتاعت البطرون واسيب مقدار الكشكشة وليكن 4 سنتي، وادي الجزء الاخير من البطرون بتاعي. بكتب هنا ده امام واحد، امام اتنين، وادي هنا امام تلاتة، وباخد مسافات الخياطة سنتي من جميع الاتجاهات. انا كده وزعت الامام، المفروض ان انا هوزع الخلف جنبه، الخلف على الناحية المفتوحة، وهسيب 2 سنتي من هنا لنتيجة ايه؟ لخياطة السوستة. والكم هنعمل حركة بسرعة فيه، ان انا هشق الكم اهو كده، شقيت اجزاء الكم بتاعتي وببدأ ان انا اوزعه. ممكن اجي اسفل البطرون واسيب مسافات الخياطة، طبعا مش خياطة بس، ده انا بحطه بوزعه علشان اضيف مقدار الكشكشة، وباخد علامات خياطة جديدة. لما اوزع الكم اوزعه قريب من الايه؟ من حرف القماش، علشان اوفر قماش على قد ما اقدر، وبضيف مقدار الكشكشة. نفس الكلام اللي انا عملته هنا بالنسبة للشرايح، ان انا لازم ارسم خط سفلي عشان اثبت عليه الاجزاء بتاعتي، نفس الكلام ده انا بعمله بالنسبة للكم، ان انا برسم خط واحد واحط وزع عليه الاجزاء بتاعتي واضيف مقدار الكشكشة واخد خطوط جديدة وارسم دوران جديد للكم. ليه الكلام ده بسرعة بننفذه؟ علشان وقتنا خلاص بيخلص، واحنا عايزين نلحق نشوف شكل البطرون بتاعنا اهو. كده انا وزعت الاجزاء بتاعت الكم. في عندي الخلف زي ما قلت لكم بسرعة، وهقسم الاجزاء بتاعته وهنفذه زي الامام بالظبط، بس اراعي ان انا هضيف ايه؟ هضيف مقدار خياطة. هوزع الخلف السفرة بتاعتي وهاخد مسافات خياطة بس. ايه ده كده غلط، لازم اوزعها، اسيب مقدار خياطة من هنا عند خط البرسل، وبعد كده اوزع باقي الاجزاء بتاعة الخلف واضيف مقدار الكشكشة اللي موجودة عندي. انا كده يبقى وزعت بطروني، في فاضل الاسورة وفاضل الكولا. انا ممكن هوزعهم هنا في الاجزاء دي، هيكفي. بوزع الكولا مرة واحدة، بوزع الاسورة مرة واحدة، لاني ايه؟ ليه مرة واحدة؟ عشان انا عندي ده قماش طبقتين، فطبيعي من الطبقة السفلية هينتج عندي الكم، سوري، هينتج عندي الكولا التانية وهينتج عندي الاسورة التانية، والكم نفس الكلام من الطبقة السفلية. انا كده بعمل ايه اخر مرحلة؟ ان انا بقيس القماش ده اللي انا استخدمته طوله قد ايه،
بقيس الكم، القماش ده طوله قد ايه، الطول اللي بينتج عندي اجي هنا واقول له طول القماش او كمية القماش بتساوي واضرب في 4، هي ايه؟ هي مقدار المقياس الرسم، الناتج اللي بيطلع عندي كطول القماش، وبعد كده اضربه في مقياس الرسم. نتمرن على موديلات متنوعة ونحسب القماش، وإلى أن نلتقي في مرة قادمة أقول لكم باي باي. الوقت خلص، سلام حبايبي.